وفي المركز السابع قائدين إلى الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة. كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشاعة القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم من الجنوبية وتوفير خدمات البنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. هذا الخطاب كما عهدنا في جلالة الملك هو خطاب من جيل جديد، ذكر فيه جلالة الملك سمى المنظومة ديال القيم ديال المسيرة الخضراء أو من قيم المسيرة الخضراء وحدت المغرب، حررت الصحراء، وحدت القلوب، وجابت التنمية. مبدع المسيرة الخضراء جلالة الملك الراحل الحسن الثاني وحد المغرب وحرر البلد. هذه من قيم المسيرة. التنمية التي يقودها المسيرة التي يقودها جلالة الملك بتأني وحكمة وتبصر، حصاد دبلوماسي هائل جدا، بوأ مكانة المغرب إنين ولا رأس الدولة اللي هو جلالة الملك، يقول إشهادا على نجاح الدبلوماسية المغربية عنا تبوأنا المكانة الشريك الموثوق به. هذا الشريك الموثوق به لا بد له من شروط، شروطه هي الجدية التي أشار لها في محطات ما مر، ونبه كذلك تفصيلا باش ما يتم تفسيرها تفسير خاطئ أنه ذلك بالذكر المرات بالجدية هو تنبيها وليس عتابا، وذكر كذلك أطلق ورش للاهتمام بالساحل الأطلسي والتوجه لإفريقيا وشركائنا العرب، ونبه كذلك على أساس أنه هذا الورش الضخم لما أطلق جلالة الملك مشروع أنبوب الغاز نيجيريا للمغرب 23 دولة كل العالم شكك فيه، ولكن الآن بما أنه دخلوا فيه الاستثمارات الضخمة وأصبح رابح لأنه جلالة الملك يبغي من أخوانه وأشقاء الأفارقة كل دولة دخل معها في شراكة يدخل معها في شراكة حقيقية لشقيق تربح منها الدولة ونربح منها ونديروا التكامل. مارا لا يهمكم، هذه فزاعات سوف حتى لا خلقوها اليوم تبدأ الشكل، لا يهمكم، المهم هو استقرار البلد. أدعوكم للتجول بكل أريحية، لأن المغاربة حول العالم وعلى مستوى الوطن منين تكلموا على الواقع في السمارة بحال شي واقع حدث بحال غزة، وقع والو صافي، راه وقع حدث جانبي، يعني داك الشيء اللي داروا راه ما أثرش، هامشي بالعكس، ذاك راه آثار وطنية عالية المستوى، سماها جلالة الملك المنظومة القيم المسيرة، ومنظومة القيم المسيرة عبرت عنها المسيرات في مدن جهة العيون ساقة الحمراء. بالأمس أدعوك للبحث عن الصور. بابو زيد مولاي الصديق من أعيان جهة العيون، احنا نثمنوا خطاب صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس بمناسبة عيد المسيرة الخضراء المظفرة، اللي هي تحيي فينا روح التضامن بين المغاربة ككل، وتحيي فينا روح التعاون. وبهذه المناسبة أشار صاحب الجلالة بأنه الحل الوحيد والأوحد هو الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية، وحنا رانا مؤيدين هذا الخطاب كمكون صحراوي وكمجتمع مغربي متضامن الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، كيفما شفتوا جا في خطاب سيدنا الله ينصرو بمناسبة الذكرى 48 لتخليد ذكرى المسيرة المظفرة الخالدة، اللي كانت فيه رسائل جد واضحة لا للخصوم الوحدة الترابية ولا للعالم كله، اللي أعلن صاحب الجلالة عن إن شاء الله غادي تنطلق مشاريع ضخمة
خاصة في الساحل المحيط الأطلسي في الأقاليم الجنوبية، لا من بنية تحتية جد مهمة، سكك حديدية، موانئ، تنقيب عن خيرات في البحر، وهذه المشاريع جد مهمة اللي غادي ترجع بالخير والمنفعة على الساكنة الأقاليم الجنوبية خاصة وعامة على المملكة المغربية، واللي غادي تكون بوابة بين دول الساحل الإفريقي وأوروبا. وهذه رسالة واضحة للخصوم وحدة الترابي، ومن هذا المنبر هذا نبغي نوجه احنا كساكنة الأقاليم الجنوبية لإخواننا في المخيمات المحتجزين، إلى بغاو يشاركونا في هذه البنية وفي هذه المشاريع الضخمة وفي هذه المسيرة اللي كيقودها صاحب الجلالة مرحبا وسهلا. إذا ما بغاو ذاك الشيء يعني احنا سائرين في البنية ديالنا وفي المسيرة ديالنا النمائية اللي غادي إن شاء الله تكون منطقة مهمة جدا، واللي غادي ترجع بالخير لا على المملكة المغربية ولا على المناطق الجنوبية ولا على دول الساحل والعالم كله. أشكر المباركي رئيس مجلس الجماعة الترابية للعيون الساقية الحمراء. اليوم صاحب الجلالة أكد في خطابه حفظه الله على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأزرق بهذه الأقاليم العزيزة على كل مغربي ومغربية. هذا من خلال الميناء المتوسطي للداخلة الذي سيعد بوابة المغرب المملكة المغربية على إفريقيا. كذلك أكد جلالته على أهمية الأنبوب الغاز الذي يربط المملكة المغربية بنيجيريا. نحن كمنتخبين لهذه الجهات الغالية نثمن خطاب صاحب الجلالة الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة الاستثمار بهذه الأقاليم، وكما شاهدتم الطفرة النوعية التي عرفتها هذه الأقاليم بعد المسيرة الخضراء، والتنمية والاستثمار هو خير جواب على كل المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. كما أكد جلالته على أهمية الدور الكبير والذي ألقاه الحكم الذاتي، مبادرة الحكم الذاتي من طرف الدول الكبرى والاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء، وكذلك من خلال القنصليات التمثيليات المتواجدة بكل من مدينتي العيون والداخلة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.